سواء الفترة اللي واكبت الثورة وإلا الفترة اللي لحقت الثورة 2019، وحاليا احنا في بداية عهدة نيابية ثالثة نأمل إن شاء الله قراءته ليها شنو اللي نجح فيها وشنو اللي ما نجحش. كما قلت الهدف في النيابات واللي هي كتابات تخطط كيفاش نقولوا توصف خاصة نعطي كلمة المدام مراجعة بصفتها رئيسة الوفد السوداني عضوة المجلس السيادة الانتقالي والحكومة الانتقالية. فبتهيألي انه حضورنا عندكم ونسمع تجربتكم حتساعدنا كثير تحسين الثورة إلى غير ذلك. تكون هيكل هو حقيقة كونته مرة أخرى مرحبا بكم. أنا كما قال السي نجيب أكتب وأتابع الوضع في تونس من كل طيف الناشطين السياسيين في تونس. امتصاص جزء من الغضب الشعبي الذي كان في الشارع. الناس جدد لكن تبقى مؤسسات الدولة هي نفس المؤسسات، لأنه مع مرور الزمن مع مرور الأشهر والسنوات الاجتماعية والذين طبعا كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطيه والحريه، ولكن طبعا هناك بضع نقاط في ايادي ناس ليس لهم شرعيه انتخابيه ولا يمثلون ال 14 بعيدا عن الاستفاف الحزبي ونفسه اساما سياسيا، ومن الجانب الاخر الحزب الوطني تيار نداء تونس و إلى حد ما ساهمت في الاستقرار الاجتماعي.